لمناقشة تدهورات البصرة معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. دكتور قحطان مرحبا بك. من جديد انطلقت التظاهرات في البصرة احتجاجا على الفساد الحكومي بالتزامن مع صيف العراق اللاهب. ماذا ينتظر المتظاهرون من الحكومة؟ حياك الله مرة ثانية أخي العزيز. هذا الحراك الشعبي كان متوقعا لأكثر من سبب، ولعل إخفاق الحكومة في تنفيذ ما أوعدت به الشعب في الانتفاضة الأخيرة أو في الحراك الأخير دعا ذلك زيادة الإخفاقات والمعاناة المختلفة الأشكال التي يعانيها المواطن البصري، دفع المواطن البصري للخروج إلى الشارع. ونتمنى نحن جادين أن تكون هذا الخروج استمرار إلى الرفض إلى حالات الإخفاقات وإلى مطالبة بالتغيير الحقيقي لكي يأتي الحراك. ما العوائق التي تمنع الحكومة من تنفيذ مطالب المتظاهرين؟ بالتأكيد الفساد رقم واحد هو الذي يمنع تحقيق أي إنجاز، وذلك لأن كل ما رصد إلى الإنجازات أو إلى الخدمات تم سرقته، هذا من جانب. الجانب الآخر، نحن كمتابعين مراقبين منذ الاحتلال لحد الآن، وكان الحكومة تؤكد كل يوم أنها غير معنية في بناء وفي تطوير وفي رقي أبناء الشعب أو توفير حاجاته، وبالتالي أتوقع هذا جزء من الصيغورة التي يراد العراق أن يعيشها هكذا، وبالتالي إخفاقات ستكون مستمرة. ولكن ليس بالبعيد أن تكون الحكومة قد تلجأ إلى قمع التظاهرات بحجج كما الذي حصل بالأمس وقبل أمس، وهو وجود أوراق داعش وما شابه ذلك من المسميات لكي تجعل لها غطاء أمنيا للتحرك وقمع الحراك الشعبي. ولكن ما ترشح لحد الآن من المواطنين المشاركون في هذه الانتفاضة إن شاء الله يكونون عد المسؤولية ويكونون أكثر صرامة وأكثر التزاما في سلوكهم لكي يؤكدوا مصداقية الموقف وهوية العراقية للحراك. الفقر والبطالة والتلوث كلها تجتمع على البصرة وهي المدينة الأغنى في العراق، يعني كذلك الحال مع بقية التظاهرات. 16 سنة، ألا تكفي شركاء العملية السياسية أن يعترفوا بفشلهم؟ للأسف الشديد نحن نسمع الآن ترشح بعض الكلام أو بعض الفضائيات تنشر اعترافات وإخفاقات وما شابه ذلك، ولكن نقول وقلت أنا في إحدى المقالات، قلت بعد خراب البصرة، يعني عندما ينبري الآن شخص واشترك في تكوين حزب سياسي مذهبي طائفي والتقى في محتل واعتمد على محتل وسرق وفسد، والآن كأنما يسعى إلى ترتيب نفسه إلى الحراك القادم أو التغيير القادم. إذن الحكومة في رأينا الشخصي لن تقوى على أن تصالح نفسها، لأن المصارحة بحاجة إلى شجاعة، والشجاعة لا يمكن أن يكون الشخص شجاع وهو مستند أساسا على قوة خارجية بأجندة خارجية. إذن الحكومة غائبة عن الشجاعة، الحكومة غير قادرة أن توضح أسباب فشلها، لأنها ستكون عندها ملزمة بالمحاسبة المقصر ومحاسبة الذي تعمد التقصير، ثم عليها بالاستبدال بأشخاص آخرين. دكتور قحطان، كذلك لا يمكن الحكومة أن تؤيده. ما يطالب به المتظاهرون يعني مطالبات إنسانية تكاد يعني هي أساسية، كفرص العمل، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، الحياة الكريمة. ولكن شرطة البصرة وصفت المتظاهرين المطالبين بهذه المطالب البسيطة بأذناب البعث وفلول العناصر الإرهابية الضالة. ماذا تريد من وصفهم هذه الأوصاف؟ بالتأكيد هذه الشماعة التي تعلق عليها كل نشاط وطني للأسف الشديد، حتى يقمع النشاط الوطني، حتى تسكت الأفواه المطالبة بإصلاح وبالتغيير وبالتعديل،
سرعان ما تلصق به تهمة البعث والإرهابي وصدامي والتكفيري. هذه الخطة التي لا أعرف كيف يتم جمعها في آن واحد. هذه المشكلة الكبرى حقيقة لا. الأمر لأنهم غير قادرون على أن الجهة الرسمية غير قادرة على أن تصرح بالحقائق وبحقائق الأمور. هم إذن أن المواطن المصري قد خرج لأسباب معيشية، وأنا أتمنى أن يخرج أبعد من ذلك لأسباب وطنية. نشكرك شكرا جزيلا دكتور قحطان الخفاجي، ونعتذر منك لضيق الوقت. الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا لك.